غادي نبداو إن شاء الله هذه الفقرة هذه بدراسة بعض الأمثلة. دونك لدينا هنا بعض الأمثلة التي قمت بتحضيرها. دونك مثلا lorsqu'on écrit 12 plus 3 égale 10 plus 5, عندما نكتب 12 زائد 3 تساوي 10 زائد 5. دونك هنا يتعلق الأمر بمتساوية. دونك هنا كنلاحظوا بلي هناك رمز ديال التساوي. دونك عندنا 12 زائد 3 الى حسبناها غادي نلقاو 15، و10 زائد 5 كذلك ستعطي 15. دونك هنا عندنا واحد المتساويه اللي هي متساويه عدديه، لان الطرف اللي على اليسار نتيجته تعطي 15، والطرف اللي على اليمين كذلك النتيجه للعمليه تعطي 15. مثال اخر، عندما نكتب 5 عامل لـ x زائد 3 تساوي 5x زائد 15. دونك هنا كنلاحظوا بلي لو دوزيام مومبغ، يعني هاد الطرف هذا اللي هو 5x زائد 15، ما هو إلا نتيجة ديال التوزيعية ديال عملية الضرب على عملية الجمع. يعني lorsqu'on développe l'expression qui est à gauche، يعني عندما نقوم بنشر هذا التعبير الذي هو عبارة عن جداء، عندما نحوله إلى مجموع، دونك سننشر 5 على x تعطينا 5x، ثم 5 على 3 تعطينا 15. وهذا يعني أن التعبير الذي يتواجد على اليسار ديال الرمز ديال تساوي، والتعبير الذي يتواجد على اليمين، هما تعبيران متساويان. دونك هنا عندنا دوز اكسبرسيون ليترال، دونك تعبيران حرفيان متساويان، دوز اكسبرسيون ليترال ايغال. هذا كيعني أن كيلكو سوا لا فالور نوميريك بريز باغ اكس، يعني أي قيمة خداتها اكس، أي قيمة خداتها اكس، فإننا عندما نحسب هذا الطرف ونحسب هذا الطرف، يعني الطرف اللي على اليسار والطرف اللي على اليمين، فإننا سنجد نفس النتيجة. دونك لي دو مومبغ دونغون لو ميم ريزولتا، سيتادير كونا اون ايغاليتي نوميريك. دونك اون اوبتيان اون ايغاليتي نوميريك لوسكون رومبلاس اكس باغ اون فالور نوميريك. دونك هنا عندنا واحد التعبير حرفي يساوي تعبير حرفي آخر، دونك هذا عبارة عن جداء وهذا عبارة عن مجموع، ولكن عندما نقوم بتعويض اكس بواحد القيمة عددية، فإننا نحصل على تعبير عددي على اليسار وتعبير عددي على اليمين، والتعبيران بطبيعة الحال غادي يكونوا متساويين. غادي نشوفوا المثال الموالي. المثال الثالث، عندما نكتب مثلا 3 عامل لإكس زائد 2، دونك هنا عندنا جداء يساوي 2x زائد 8. دونك هذا المثال يختلف بطبيعة الحال للمثال السابق. دونك هنا il ne s'agit pas d'une égalité، هاد العيات لا يتعلق الأمر بمتساوية. دونك هنا مثلا هذه الكتابة هي كتابة خاطئة عندما نعوض x بالقيمة العددية 1. دونك عندما نقوم بتعويض x بالعدد 1، فإننا نحصل على اليسار، يعني هاد التعبير هذا اللي على اليسار، عندما نقوم بتعويض x بالقيمة 1 غادي نلقاو 3 مضروبة في 1 زائد 2. دونك هنا قمت بتعويض x بالعدد 1. سنحسب أولا ما بداخل الأقواس، دونك 1 زائد 2 تساوي 3، 3 في 3 تعطي 9. على اليمين، دونك عندما نقوم بتعويض x بالقيمة العددية 1، دونك غتولينا 2 في x، يعني 2 في 1 زائد، عفوا هنا راني غلط، زائد 8 ماشي زائد 2. دونك هنا عندي 8، دونك هنا كنخصني نكتب 8. دونك 2 في 1 اللي هي 2، 2 زائد 8 راني صححتها هنا ديجا، 2 زائد 8 تساوي 10. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن عندما نقوم بتعويض x بالقيمة العددية 1، فإن التعبير الذي يتواجد على اليسار لا يساوي التعبير الذي يتواجد على اليمين. ولكن عفوا، هل الكتابة هذه اللي هي 3 عامل لx زائد 2 تساوي 2x زائد 8؟ دونك عندما يتعلق الأمر بدرس المعادلات، فهذه الكتابة دونك فيها واحد السؤال مخفي. دونك شنو هو هذا السؤال المخفي؟ يعني هل توجد قيمة عددية لx، دونك هل توجد قيمة عددية لx التي من أجلها يكون الطرف اللي على اليسار والطرف اللي على اليمين تعبيران متساوي؟ دونك هل يوجد، لا هل توجد قيمة التي من أجلها يكون الطرف اللي على اليسار والطرف اللي على اليمين متساوي؟
دونك هذا الكتاب احنا ما كنديروش لو بوين دانتيروغاسيون، يعني ما كنديروش داك الرمز علامه استفهام، كنديروهاش. ولكن ملي كنحطوا المعادله كنقولوا حل المعادله التاليه، دونك ريزودغ ليكواسيون باغ اكزومبل 3 فاكتور دو اكس بلس 2 يقال 2x بلس 8. دونك هذا السؤال هذا كيعني اننا سنقوم بالبحث عن القيمه العدديه ولا القيمه التي من اجلها يكون الطرف اللي على اليسار يساوي الطرف اللي على اليمين. دونك شنو خصنا نعرفوا حنا؟ خصنا نعرفوا طريقه حل هذه المعادله، يعني طريقه ايجاد قيمه اكس. شوفوا بعض الامثله اخرى. دونك انا فكرت انني ندير هذا الفيديو على الرمز ديال تساوي، لان طبيعه الحال كيشكل لنا مشكل بالنسبه للتلاميذ، لان التلاميذ في الابتدائي على ليكول بريمير، التلاميذ في الابتدائي الرمز ديال تساوي كيعرفوا باللي انه يكافئ ذاك الزر اللي كيكون في الاله الحاسبه، يعني انه كيعطي فقط النتيجه. دونك مثلا ملي كنكتبوا 2 زائد 3 تساوي 5، دونك ماذا تعني؟ تعني ان عندما نحسب 2 زائد 3 فان القيمه العدديه يعني الاله الحاسبه ستعطي مثلا تعطي 5 في هذا المثال. يعني هنا لا سينيفيكاسيون ديال هذا لو سامبول وبيان هذا لو سين ديال ليغاليتي هو نفس العمليه اللي كتقوم بها، ولا الزر ديال تساوي الذي يتواجد في الاله الحاسبه. ولكن بالنسبه للثانوي، دونك هنا الثانوي كنبداو نتعمقوا شويه في الرياضيات. هنا الرمز ديال تساوي، دونك il peut être utilisé pour exprimer qu'on a affaire à deux expressions d'un même objet mathématique. مثلا هذا الكتاب الحرفيه اللي حنا كاتبين هنايا، دونك a زائد b ناقص a على 2 تساوي a زائد b على 2. دونك هنا يتعلق الامر بالمتساويه، هي تعبير حرفي يساوي تعبير حرفي اخر. دونك هذه الكتابه هي كتابه صحيحه مهما كانت قيمه a و b، يعني كيف ما كانت القيمه ديال a كيف ما كانت ديال القيمه ديال b، ملي غادي نحسبوا الطرف اللي على اليسار نحسبوا الطرف اللي على اليمين غادي نلقاوهم متساويين. il peut être utilisé comme symbole d'affectation. دونك هنا بالنسبه للناس اللي كيديروا الانفورماتيك غنقدروا يفهموا هذه بكل سهوله. لافيكتاسيون يعني مثلا الا خدينا واحد ليكسبرسيون ليترال اكس زائد 3 y اكس بلس 3 y، الا عطينا القيمه 2 x، دونك سي اون افكت لا فالور 2 ا اكس اي لا فالور 4 ا y كيس كون اوبتيان. دونك اذا قمنا بتعويض اكس ب 2 و y ب 4 غادي نلقاو هنا 2 زائد 3 في 4، دونك 3 في 4 غادي تعطينا 12، 12 زائد 2 تعطينا 14. يعني عندما نقوم بتعويض x ب 2 و y ب 4 فإن هذا التعبير سيصبح يساوي 14. il peut être utilisé donc toujours le symbole ou bien le signe de l'égalité il peut être utilisé pour traduire une identité. ça veut dire il signifie que quelles que soient les valeurs attribuées aux lettres, les valeurs retournées par les deux expressions figurant de part et d'autre de signes égales sont égales. هذا كيعني ان هذه عباره عن متساويه. متساويه يعني كيف ما كانت قيمتك كيف ما كانت قيمه ا وقيمه ب، فان هذا الطرف اللي على اليسار يعني هذا التعبير الذي يتواجد على اليسار ديال الرمز ديال تساوي فانه دائما يساوي الطرف الذي يتواجد على اليمين. يعني هذا الشيء لا يتعلق الامر لا يتعلق بالقيمه ديال ك والقيمه ديال ا والقيمه ديال ب. اذا كيف ما كانت القيم ك و ا و ب فان ك عامل ل ا زائد ب تساوي ك في ا زائد كافي بي اللي غادي نشوفوا باللي كتسمى لا ديستريبيتيفيتي سامبل التوزيعيه. وي بالنسبه لاخر اخر ستاتيو يعني اخر حاله ممكن اننا نلقاوها هي اللي غادي نهتموا بها اكثر. دونك لو سيني اكيير انكور ان اوتر ستاتيو دون ليكريتور دون ايكواسيون. دونك ملي كنهضروا على لي زيكواسيون قلنا بلي ان هذا لو سامبول هذا ديال تساوي كيخفي وراءه واحد السؤال اللي هو مثلا عندما نكتب
x زائد 3 عامل لـ2 x ناقص 4 تساوي 0. هذا يعني أن ماشي x زائد 3 عامل لـ2 x ناقص 4 تساوي 0، يعني متساوية، ولكننا سنقوم بالبحث عن القيمة ديال x التي من أجلها يكون هذا الطرف الذي يتواجد على اليسار يساوي الطرف الذي يتواجد على اليمين.